خلصنا بقى يا زلمة، والله صرعتنا بصوت الموبايل. إيه مالك سمعانا عم نسمع فيروز؟ يا زلمة ما في أحلى منها اللعبة، شو عم تحكي أنت؟ لك إن شاء الله بتلعب بالأربعة. إيه لك يا أخي إيه، بس خليني أخلص هالجيم حاضر خلاص. كول إجا المعقد. يا سلام، طلبت علم أم غناب؟ بربكم هل هذا وضع صحي لإثنين من طلبة العلم؟ هلا انت لا بدك تكن ولا تهدى. يعني شو الوضع اللي مو عاجبك بالموضوع؟ واحد جالس يقرا، واحد قاعد عم يلعب. واحد يقرا نعم، فالعلم فضيله، وواحد يلعب هو حر ايضا. هذا حرام، هذه الاغاني حرام عليكم. ايوه، هلا المسجله صارت حرام كمان. المشكله مو بالمسجله. لكن بشو المشكله اخي؟ بالاغنيه. انتم تستمعون لافسق ما غنت هذه المدعوه فيروز. أفصى مدعوة فيروز؟ يا شباب، هل تدركون معنى هذا الكلام؟ وقف لألا، أنا ما بدي أدرك ولا بدي أعمل شيء. قايم على غرفتي، حط راسي ونام، أحسن الشيء. كمال، أنت تفهم ما أقصد. أخي أنا لا بدي أفهم ولا بدي أستفهم، الله يوفقك. إذا فيروز مو عاجبتك بيا الدنيا، شو بدي يعجبها؟ استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. تيحرز المشوار. بالله ما المقصود بذلك؟ أي أنها تقدر تعب الحبيب وحضوره، وبماذا؟ بالدعوة إلى خلوة غير شرعية أو إلى سهرة لا يعلم سوى الله بما ستنتهي. تيحرز المشوار. خلوة غير شرعية والعياذ بالله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. هكذا طلبة العلم؟ خلوة غير شرعية، خلوة غير شرعية مكتملة الجوانب. مو على أساس أغاني فاحشة خليتنا نفوت لجوا وقاعد عم تسمع فيروز لحالك؟ تعا تعا كمان، تعا شوف لي هالمنظوم. تعا شو عم يصير معه؟ اسمعها تحليل كلمات هذه الأغنية لأثبت لكما بما يقطع الشك باليقين سفه هذه الكلمات. اسمع. شو بها؟ ما بو شي، قاعد عم يحلل كلمات فيروز، قال بده يشرح لنا إياها. استمع أنت الآخر إلى هذا التحليل. استمع. اسمع منك بشرط واحد بس. شرط ماذا؟ اليوم بعد ما نرجع من سهرتنا أنا وأخوك حسام بدك تحللنا غنية بوس الواوا. بوس ماذا؟ بوس الواوا. خلي الواوا خلي الواوا أحلى كلمة بشوف. استغفر الله العظيم. لا تهدي من أحببت، إن الله يهدي من يشاء.